بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: الرد على المناظرة، ومصيول أبو الجرايد، وتشلتشل علي الرمان نومي فزعلي، وضربة معلم. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع النشطاء، الأخوة الأعزاء من الأخبارية، شجعانا كانوا في نقل الأحداث. إخوتي الكرام، ليس عندي أي حساب، لا ظاهرا ولا واقعا، لا مخفي ولا ظاهري، غير اليوتيوب. فأنا منقطع عن العالم. لولا الأخبارية الله يحفظهم، أبو حسين 313 كان يبعث لي كثيرا، ما أدري هاليومين ماكو ثلاثة. الأخ مصطفى الأخباري أتوجه إليه بالشكر الجزيل للجهود المبذولة، والشباب كلهم تطول القائمة، الله يحفظهم جميعا. وأيضا الأخ أبو قناة القائم، هذا أبو قناة القائم تعودنا عليه، يوم قلب الدنيا علي ويوم صديقي، الله يوفق إن شاء الله والجميع. أحدثكم بموضوع مهم: الصراع الأصولي مع المفوضة والأخبار طال أكثر من سنة، صراع شديد، الأصوليون يردون على المفوضة والأخبارية. كان الأخ أبو قناة القائم يضغط علي كثيرا، حتى كان يستخدم بعض الكلمات القاسية معي، وذكي، كان يعرف أمتلك لأجوبة قاطعة، فكنت أقول له انتظروا الفرصة المناسبة، وهو شاهد. كل كلمة أقولها في هذا المحاضرة أو هذا البحث تعامل معي على أنني كذاب، وتعامل معي على أنني عدو. أريدك أن تبحث بأدق التفاصيل عما أقول، هل هي صحيحة أم لا؟ فاليوم عندما قلت أكو مرجع شيعي اشتكى علي، بعد ما نشرت المقطع 9 أو 10 أشخاص رادوا مني نسخة اليوتيوب يردون يشوفوها. بالله لو أنا كنت مكذب إيش قد عيب، وأرسلتها لهم. فدقق وطالبني بكل شيء أقوله بدليل، كل شيء، بعد ما أعيد. فالفترة الأخيرة الأخبارية الله يحفظهم ضغطوا علي ضغطا شديدا، ورأوا أن الفساد قد دب وانتشر، فوجب علي، شوف، وجب علي ذلك. وعودتكم أنني أقول الصدق، وعندما أعدكم أفي بوعدي، لأنني أعيش من أجل ذلك. فدعاة المفوضة والإشراك بالله هم اثنان: الشيخ الغزي، وأنا تعرفون أحترم الغزي، ولكن هذه النظرية نظرية إشراك بالله، والشيخ القريشي. فدعوتهم لأن ماكو غيرهم، شوف ماكو غيرهم، فدعوتهم للمناظرة. عندما دعوتهم بعث إلي الأخ أبو أحمد مشكورا، كان محترما، رسالة وترتيب الموعد. فقلت له، قال لي 10 دقائق ما تكفي، طالبني بكل شيء دليل، هاي تضيع بين الكلام والتحية وكذا. فأنا أحرجت، قلت له خلي المناظرة هي اللي تحدد الوقت، وأنا كان كل اللي ببالي 3 دقائق أحسم الموضوع. بعدها بعث لي الشيخ القريشي رسالة وقال لي أريد أتحدث وياك عبر الهاتف، واتصل بي وتحدثنا احترامات، وتدرون أول مرة نتحدث. فقلت له شيخنا، ترى أنت لو تلقي الحجة علي أنا قد أمام الناس،
يعني أقول الحق معك وما عندي مشكلة، أنا رجل لا أستحي ولا أخاف في الحق. قال لي لا شيخنا، أنا هم يعني نفس الشيء. التفت القريشي ايش قال؟ قال شيخنا أنا أفضل أنه نكتبها محاورة، ما أريدها تصير مناظرة. قلت له براحتك. هذه اللي أنقذتها، والدليل كتبها محاورة ما كتبها مناظرة، هذه أيضا دليل. لأن لو مناظرة، شوف أنت ما عندك غير حل، ما عندنا حد وسط، إما تصدقني وإما تكذبني. وها منطق دليل، أنا تعبت من هذه الحياة، أكره هذه الحياة. تعرف ليش؟ لازم أقدم دليل بكل شيء لأن أعرف مرض الناس. بعث لي واحد من الأخبارية قال شيخنا يقول أكو رسالة مصورة لك تستعطف قلوب الناس للتبرع. ما جاوبته، ما جاوبته. ليش تجي تسألني؟ روح أنت قول وين هالرسالة المصورة، غير أنت شغلتك هذه، روح ابحث عن الرسالة المصورة. ليش تجي تقول لي أنت؟ شوف، فالمهم قال لي نسويها محاورة مو مناظرة، وهي هاي اللي أنقذته. والذي بعث إلياس نبيا، انتبه، لو كانت مناظرة، إنني في المناظرة لا أرحم من أمامي، لا أعرف معنى الرحمة ولا الشفقة، وإنني رجل ألتزم بالوعد والصدق. وها منطق دليل. الصراع الأصولي والأخباري مشكورا مع المفوضة، مش قصر له قائم وأبو قناة القائم، اسألوا قلوا له بالخمسين رسالة دزلي ويطلب مني أدلة وكذا. ما كنت بعض الأحيان أجاوب، مشغول، مرات أعتذر منه ومرات أبين له رؤوس أقلام. والإخبارية مشكورين يسعون وكذا. لما أنا وعدتك قلت لك هذا كموضع شاهد، هم دليل يضيع الوقت، قلت لك أنني الوحيد الذي يقدر أن ينسف هذه البدعة. قد أنت في نفسك أكو حتى بعض الإخبارية القليلين، يعني كم واحد يراسلوني يحجون شكل، وبغير مواقع يحجون شكل، وأنا أعرفهم وتعامل إياهم طبيعي. فأكو قد أخباري يبغضني، يجوز حسد، يجوز كذا، موجودة. خلي هو هذا هم أسألوا الشاهد، أنتوا أسألوا الخصم. سمعتم فد أثر يغير الواقع؟ أنا مو يمي، أنا رجال كاميرا بث مباشر ما عندي، ما لي قيمة، أريد أبين لك وعدي. عندما وعدتكم بأنني قادر على تحطيم ذلك أوفي بوعدي. الآن الزلزال الذي ضرب التفويض مصداق لوعدي، بس مو يمي بإذن الله تعالى وجهودكم ألغي الموضوع. هذا هم شاهد ليطلع من وقتنا. قال لي محاورة، قلت له مشيها محاورة، وهي علة أنني كنت لطيفا تشوفوني محاورة وكذا. أصل المشكلة أني أكبر من أن أقول أنا غلبت، ذاك غلب، لا أنا غلبت. هذه عيب، أنا ما أسويها ولا أفكر بيها. إنما أصل المشكلة، لا تروح بعيد. وأكو نقطة خليني أذكرك بقضية، هاي مال الملائكة الخلاقين، ما كل ملائكة خلاق خلق سماوات وأرض، صدمتها عليك ستكون أشد من صدمة تقسيم الخلق. انتظر، لا تتعبني، أصدق في قولي، احتفظ بقولي، انتظر بس مني الجواب، لا تتعبني. فأني بما وأني بسيطر ما أطلع. أصل المشكلة خلاق وخلق، غير هن ذني. واحد عالم بالرياضيات، يا بأني أعرف بالرياضيات وأعرف بالرياضيات وأعرف بالرياضيات، يا بستة في ستة أنت جاوب، خمسة في أربعة أنت جاوب، سبعة في اثنين أنت جاوب. لك مطيع، أنت ما ليش عالم بالرياضيات، لك شكو قاعد قبالي. شوف هذه خربت معنوياتي، قلت أنا وين رايح؟
أنا شو مسوي بروحي؟ قاعد يم ويا وشخص هالبياض، ما يصير. واحترمت، ما ردت أضغط، لأن حوار واحترامات. كلش كنت أنا كنت أستطيع أن أمزق الموقف بدقيقة، والله العظيم لا صدق، ما أريدك تصدق، ما أريدك تصدق. على كل حال ثبتت الأسس. يا أبا أنت تقول روايات عندنا خلق وخلاق، صح؟ قال صح. شنو تقسيم الخلق؟ أنت جاوب. عرفت. أكو نقطة أريد أبين لك. تتذكر عندما قلت لك أنني خبير في علم النفس، فديوم خلي أطيل هي السوالف شوية، خلي أطول عليك لأن الموضوع مهم، وما أدري إذا يصير عندنا مجال بعدين. ليش أنا شنو قصة مصيول أبو الجرايد وشنو قصة شلشل علي الرمان؟ مهم. فديوم أكو أحد الأصدقاء كلش أعزاء علي خابرني، قال شيخنا أكو رجل محترم يعني وضع المالي زين، لازمي عنده سلاح بدون رخصة في إحدى مراكز الشرطة في بغداد. قالوا اللي يعرفه أنه أبو المركز ومعاونه يعرفوك وأصدقائك، ممكن تروح نطلعه. رحت وياه، طبيت، شفت الرجل المحترم قاعد لابس دشداشة كذا، كان يتظاهر أنه هو ما خايف. فأني شفت رجل اليمنى أجلكم الله ورفع قدركم مو حاطها بالشحاطة، الكف القدم حاطها بالشحاطة، رافعها ويحرك بيها سريع، ينزل ويحرك، بس هو قاعد مستقر. هذه أنا باوعت قريته رأسا، قلت هذا منتهي قلق. قلت له مولاي لا تدير بال، إن شاء الله ناخذك ويانا. قال لا شيخنا بالعكس، يعني لا ما داير بال ولا أبد، عرفت يتشدد مو مشكلة، من حقه طلعت، لأن هاي علامات القلق قوية هذه. هسه أقول لكم شنو القضية. فمن قعدنا سمعت أنفاس القريشي تصعد وتنزل سريعة. هذه شنو؟ العقل يقول له القدامك مو سهل. فالغدة فوق البنكرياس تفرز مادة الخوف، هذا مادة سائلة تسري في الجسم، فهي اللي تسرع ضربات القلب وتخلي الواحد يتوتر. وهسه أنا أقول لكم بعدين شنو هي الصدمة. المهم جرى الكلام، بعد خربت هي، شفت لا أجا جواب لا كذا، هاي بعدين احنا ها ويمنى ويسرى عفنا. المهم بس أقول لك ليش أنا ما كنت أريد أطلع بهالموضوع، احترامات، انتهى الحوار. ما لي خلق أطول وأطيب الحكي، يعني مناظرتي دقيقتين ما أطول، طولت ساعة. قلت لشيخنا ساعة صار لي وأنا وعدت الشباب 10 دقائق، والله على ما أقول شهيد ولا تصدق، كنت جدا متسامحا وما كنت أريد أحرج أكثر، وإلا بدقيقة أنهي الموضوع في 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 أصل القضية، ما أطلع منها، طيت مجال وملاطفات، لأن بعد هو قال حوار هي هاي اللي أنقذته. المهم ايش قلت له؟ قلت له فرصة سعيدة وشكرا، سلم لي على الأخ أبو أحمد، أو ما عدنا شيء بعد، احنا انتهى الحوار. يعني هذه كل القضية، غير هو ايش قال؟ قال أني عبالي عندك شيء بعد، شوف عندك شيء بعد. قلت له لا شكرا. شوف هل هو قال لي، هل هو قال لا شيخنا اقعد عندي كم سؤال إلك وأني طلعت؟ قالها لا، براحتك، في مال لا في مال لا، احترامات، أكو بيها شيء غير إحنا رجال؟ وفرصة سعيدة. طلعت أول يوم سمع الطراطيش كلام، قلت ما يخالف، لأن هو عاش بعد هذا الموقف حالة صدمة، والصدمة بدأت ترتفع بعدد الأخبار التي ترتفع، الصدمة التي كانت ترتفع بعدد الأخبار التي ترتفع. دليل الصدمة هي شنو؟ أول علامات الصدمة هي الاضطراب. الاضطراب غير العنوان، بعدين رجع غير العنوان، بعدين رجع غير العنوان، بعدين رجع حذف المقطع. شوف أنتم مشهود، هذه كلها علامات اضطراب ما بعد الصدمة. قلت ما يخالف يعني أمشيها. بدأ يكثر الكلام
وهو يعرف أنا ردودي ردود معلم، أرد مرة واحدة مو 10 مرات بس اللي أرد عليه يظل طول عمره يعيش ألم الرد من عندي، لأن أقول كلمة حق وكل الذين رددت عليهم إلى يومنا هذا وسيبقى يعيشون ألم الرد. أخوتي، مشيتها، بدأ يتجاوز، قلت والله قلت ما يخالف، وبدأ يتجاوز ويطلع والشباب يدزوا لي مقاطع. طبعا لو ما يدزوا لي مقاطع أنا منقطع عن العالم ما أعرف شيء. بدأ يتجاوز، وصلنا مرحلة يجب أن أؤدبه بضربة معلم، هذا يجب أن يضرب ضربة معلم، صحيح عاش حالة صدمة يجب أن يضرب ضربة معلم. لا تقول للملائكة الخلاقين، تعرف ليش؟ لأن أمزقك تمزيق. انتظر جوابي في شرح الحديث هذا، انتظر. المهم قلت إذن بما وأنه تجاوز هكذا يجب أن أرد عليه. إيش قال عني؟ قال أصولي. هذه خلق التسميات الأصولي والأخباري سعيت لإحيائها، قبل ما كانت موجودة، مو أنسبها لنفسي، أقول الحقيقة، أحييتها لأميزها، وضغط هذه التسميات وصلت حتى للمراجع. هذاك واحد البديري دزوا لي رقمه على أساس خابره، بعدين بطلت، يعني بس قريت العنوان كاتب مجتهد أصولي. من كاتب مجتهد أصولي في سياقات الحوزة بتاريخ الحوزة ما يكتبون أصولي، هذا إش قد مضغوط من الأخبارية اللي كاتب أصولي. فعفته ما جاوبته، فأحييتها. هو إش قال؟ قال أصولي ما تلوق، يعني ثقيلة، اسألوا أي واحد. التسمية يجب أن تكون طبق الأصل على المسمى حتى تنسجم، ما جاي ترهم، ما جاي تنسجم مع واقع من تقول أصلاً، حتى الناس مو بس تضحك، تقول هذه مو تسمية صحيحة. ولكن سأقوم بتسميتك اسما فيه بحر من المعاني، اسم سيعيش معك وسيأكل معك وستعرف به، احفظ قولي، وستشتهر به، وستبقى توصي أولادك وأحفادك أن يتجنبوا ضربة المعلم. أنت بحاجة إلى معلم يؤدبك، وأنا المعلم. وصفتني بالأصول وما راهما، كل الناس تشهد، لكنني أسميتك بزيلينسكي، أنت الشيخ زيلينسكي، وهي صفة تنطبق عليك تماما، والعقلاء يفهمون إشارتي. بما وأنك زيلينسكي، أحببت أن أهدي لك بيتا وقصيدة أنشأتها لأجلك. مبارك يا قريشي من صرت علامة، ما تقل لي شنه الخلق يا فهامة، جاوبني ولا تدنج الهامة، تمسح لحيتك وصافن علي. هذه القصيدة هديها لك، كان الأجدر بك لو كنت خبيرا في الحياة أن تتقبلها بروح رياضية، ونبقى نتبادل الاحترامات والخصوم كثر، وتبقي المقطع والحياة ربح وخسارة، لكنك تصرفت تصرفا صبيا وجاهلا لا يليق بك كمعمم أو كداعية، وتصرفت بكل معاني الطفولة، فوجدت من المصلحة أن أرد عليك. أما قصة مصيول أبو الجرايد، هذا شخص راعي عند شخص عائش كبير وهو غني، يرعى الأغنام والثيران والحمير والكلاب جلكم الله.
مصيول في اليوم قاعد مع الحيوانات مرة معمما في تلك المنطقة، نظر إليه مصيول غار منه، قال أنا أريد أصير مثل هذا المعمم. إيش سوى؟ قام مصيول يبوق جرايد ويقعد بين الحيوانات يقرأ ويعوف رعي المطايا والأغنام والكلاب. فبدأت الكلاب ظلت سايبة، بدأت الكلاب تعض الناس والثيران تنطح الناس. فجو الناس يشتكون عند المالك، قالوا له مصيول، قالوا له الكلاب عندك قامت تعض الناس. قال عوفوها، هي ما جايت، ما تفتهم حيوانات. قالوا له الثيران تنطح الناس. قال هي بعد حيوانات. قالوا له مصيول يقرأ جرايد يريد يصير عالم. قال كل البلا بمصيول، لو ما هذا المصيول يريد يصير عالم ما كانت الكلاب عضت الناس ولا الثيران نطحت الناس. فأنت تقمز تغير العنوان مثل مصيول، تغير العنوان، تغير العنوان، بعدين مسحت المقطع، بعدين انهاريت. ولك تقسيم الخلق ما تعرف شلون تريد تقرأ الرواية. الرواية بيها خلق وهي أصل المشكلة. لا تروحون أخبارية، لا تطلع أنت يفروك، دير بالك، صير سبع يفروك، دير بالك. أنت خلق وخلاق. إذا أنت ما تعرف الخلق اللي بالرواية شنو معناه، أنسعى يقول قول فلان، قول ب10 دولارات، لا ب20 دولار. قول خلق اختراع، شنو قول خلق اختراع؟ أنا ما أريد أقسم، أنت تقسم، ليش هو كيفي وبكيفك غير عندنا حديث؟ قول خلق اختراع، قول ب10 دولارات، لا ب20 دولار. شنو هالخريط هذا؟ مع الأسف عليك وسام الشاعر، ماني أحبك وأسمع مقاطعك، ليش ما قلت لي؟ وهم سألني الدليل، أعطيك إيميله وسأله. وسام يقول لي عرف شيخنا هذا مقدمات ما مخلص، شو معرفة بالخلق الاستحالة والاختراع بالعباسي؟ يقول لي وهذا إيميله. بس أنا أعتب عليك وسام بعد المناظرة، يلا تقول لي، مع الأسف عليك. أما بالنسبة أستعطف قلوب الناس برسائل مصورة، أنت دورك تطلع تلك الرسائل. أنت كل عقلك ذولة لو عدة ذرة شيء ما يطلعها، وين الرسائل؟ يلا طلعوها. على العموم أخوتي الكرام، بالنسبة للقناة عندنا 3 خيارات، نبقى على هذا الوضع، وأنا اللي أفضله ما أريد. حتى عندي كان حساب على بايبل، الحمد لله طلع بي غلط ومسحته. نبقى على هذا الوضع، كل فترة أطمن لكم موضوع وأكون بخدمتكم. أو يجي شخص، أنا ما أحب حتى تبرعات اللي هي مشروعة وشرعية وصدقات جارية وعظيمة وتقوية قلوب الشيعة وإلى آخره، هاي هم ما أريدها، ما لي خلق. نبقى على هذا الوضع. أو يجينا شخص يتبرع لنا بالأجهزة التي نريدها مشكورا، وهي صدقة جارية له مدى الحياة. أو نحتاجين إلى 1000 شخص، هذه فكرة أحد الأخوة بالمناسبة، 1000 شخص يتبرع بمبلغ رمزي سنويا، في قباله يأخذ من عندي دورة اجتهاد، نسوي لنا فد 10 اللي يسوون مضبوطين، يسوي لهم فد على الأونلاين، يعني مثلا زوم أو فد شيء بحيث الدرس يكون خاص لهم، ونفتح دروس من الصفر إلى 100 في الفقه والحديث. يعني تتخرج فقيه، ما أجمل لك بضاعتي، عيب هذه، ولكن بضاعتي ثمينة جدا، وما أرخص الاجتهاد، تطلع من يمي مجتهد، بس مجتهد بطرح أخباري. حتى الأصولي خلي يدخل، ما عندنا مشكلة، خلي يصير مجتهد، سأسمم أفكاره ويتخرج في أخباري. اللي يريد يصير مجتهد كلمتي أصدق بها وأعيدكم، اللي يدرس عندي شرائع يكون مجتهد أعلم من السستاني ومن العظام الأربعة. أنا أتحدث أصوليا أو أخباريا، اللي يخلص عندي شرائع يصير مجتهد. ألف شخص إذا كان موجود ويدفعون مبالغ رمزية، أحسن مما تظل رايح جاي للنجف تهف بعباتك لا فهم ولا علم.
ألف شخص مبالغ رمزية سنوية وأنا أتفرغ لكم وأنا أدفع دروس، أو شخص يتبرع لنا بالأجهزة مشكورا، أو ما لازم ما أريدها. خلي أسولف لك، هي بعد خربت. والذي بعث إلياس نبيا، عندي قروض ما سدها حتى أوضع في القبر، فشي يهمني بعد أنا؟ ترى كلها ما تهمني بالله العلي العظيم، لا حل لمشاكلي، فأي ظلت على هاي ما ترى ما تهمني، ما لهن قيمة عندي، بدليل أنا 4 سنوات ونص والله لو ما أصل طريق مسدود ولا أحكيها. هاي عيب، هذه عيب كلش، نفسي عزيزة أنا. فأخبارية أهنئكم بالانتصار المؤزر، وانتظروا ضربة معلم في الملائكة الخلاقة، انتظروها. قولوا قولي هذا، وبعد أنا ما أرد عليه، خليه هو هذا بحاجة إلى ضربة معلم، ما كنت أود ذلك، لكن تجاوز حده معي، وأنني شخص لا أقبل بالإهانة من تلميذ. التلميذ الذي يتجاوز على معلمه يجب أن يؤدب بضربة معلم. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.